السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله ما شاء الله، 5 بيضات بيلا بيضتهم. احنا عارفين كان في بيضة بيضتها في الاول وانكسرت، لكن الحمد لله ربنا عوض وعدد البيض بقى 5، وربنا يستر من عين كريم عنده العصفور مات بنعزيه تعزينا الحارة له. وانا شاكك ان العصفور اللي عنده ده فرخة مش عصفور، لان العصفور التاني صوته عامل زي الفراخ كده. هو كريم بيعمل بث مباشر، بسمع صوته كده كأنه فرخة وهو بيقول انه العصفور التاني. ما شاء الله 5 بيضات اهو. لكن انا بيني وبينكم يعني في موضوع الحسد ده ليلي رأي انه مش بالعين، يعني مش شعاع بيخرج من العين او يتشاف على الانترنت تبقى خلاص، لا، كل شيء قدر. الحاسد ده بيعمل فعل مادي في رأيي الشخصي، ويمكن هيظهر دلوقتي في البطاقة فيديو عن الحسد والحاسدين، ويا حاسدين الناس مالكم ومال الناس. بيبقى الحاسد ده قلبه مولع نار وكله شر، فبيعمل عمل مادي فعلا مش معنوي، مش مجرد نظرة. ده رأيي الشخصي والله أعلم. لأن كمان في سورة الكهف الآيات اللي هي من 32 ل 44 وحكاية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دي وردت في سورة الكهف في حوار ما بين واحد مؤمن وواحد كافر. ربنا ضرب المثل مش عشان حسد جنته فأبيدت، لا، المؤمن دايما يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني كل شيء بيرجع لمشيئة ربنا سبحانه وتعالى وإرادة الله وقوة الله، ونتوكل على الله ونقول ان لوسيندا بتقول انها زعلانة عشان ما قلتش اسمها. طبعا ما نقدرش على زعل لوسيندا الحميد، واللي عنده لوسيندا الحميد ايامه كلها عيد في عيد والخير عنده يزيد. ونقول لاختنا لوسيندا ما تزعليش، وبرضو ام حمدي نقول لها اللي عنده ام حمدي الخير كله عنده وعندي. أنا في عيني غلبانة اهوت، واقف متشعلق في القفص وشوفه بيترعش ازاي المسكين. طيب جدا حنفي ده، كان اخونا فيوري سأل يعني ايه حنفي وبيلا اجنبية، يعني هما الاتنين يا اخونا فيوري يعتبروا عصافير استرالي، يعني ليهم اصول استرالية لكن مولدين في مصر. فبيلا ما شاء الله عليها شكلها اجنبي فعلا، ونضيفة كده ومغرورة في روحها. وخرجت تضرب حنفي، ايه حنفي الغلبان. وهو الموضوع ان البنت عندي هي اللي اطلقت الاسم عليهم، لان حنفي يعني شخصيته ضعيفة بيخاف منها موت، لكن انا بعتبره طيب وغلبان ويعيني بيترعش منها. هو هيتجنن يعين امه عشان يدخل جوه العش او جوه البيت علشان يرقد على البيض، لكن هي مش راضية. عارفين بقى الام بقى متحوط على اولادها وخايفة على اولادها منه، مع انه هو طيب وابن حلال، هيتجنن عاوز يدخل جوه، عايز يرقد شوية عين امه. يعني انا في البلكون عندي مثلا لما بيجي خرج التاني تضربه، يعني انا لما بيبقى عندي مثلا في البلكون عش كده في اليمامة بتيجي تبيض، الذكر والنتاية بيبدلوا الرقاد على البيض، اشكالهم مختلفة بلاحظها، يعني بشوفهم الذكر شكله مختلف عن النتاية بلاقي 2. ولما الزغاليل تفقس على فكرة هما الاتنين بيأكلوهم. فاحنا في المسكين عمال يتضرب ونفسه يدخل. اب يا عالم، اب يا ناس، حسوا بيه. وبيترعش يا عيني ومحروم من ولاده، وهي لا يمكن برضو تخرج، لازم تضربه، مش ممكن. زي ما احنا شايفين هو مسكين، يعني هو مسته مصريه الحركه انه بيتضرب ويجري. وانا حاطط لهم البطاطس لكن للاسف ما عرفوش ياكلوها، دي معلومه مؤكده. الخبراء بيقولوا لازم تتسلق وتتفرك وتتقدم لهم، لكن انا ما بحبش الحاجات ديت، الثمار او الخضروات انها تتسلق، عشان انها تتسلق علشان ياكلوها طازه في طازه تبقى فوائدها كامله متكامله. ودي حنا في عين امه برضو بيبص نفسه يخش يرقد شويه على البيض، لكن بيلا مش راضيه ابدا، ممنوع. والله العظيم طيب وغلبان وابن حلال، وفي اوقات
هي كمنها بترقد على طول على البيض، وقليل جدا لما تخرج هو يا عين امه بقلب الطيب الحنين بيأكلها. في طيبة اكتر من كده؟ في حب اكتر من كده؟ في حنان اكتر من كده؟ لكن هي قلبها قاسي. جبت منين قلبك يا بلا القاسي؟ دي الدنيا فيها الحب والحنية وكمان فيها مقاسي. حنفيه يا عين امه شايل همك وهمه، طيب وغلبان من صغره سابق سنه وبيقدم لك الحب كله. طبعا حنفي هيتجنن والله العظيم، طيب جدا، ساعات بشوفه بيأكلها لأنها شبه راقدة على البيض طول الوقت، بيأكلها في لحظات قليلة بتبقى راضية فيها عنه. في النهاية شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.